السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله درسنا هو حل المعادلات العقدية. حل المعادلات العقدية، كلمة حل المعادلات العقدية بننتبه بس في شغلة كتير مهمة عندي، إنه مثلا لو جينا كنا نكتب مثلا المعادلة x مربع زائد 9 تساوي الصفر، طبعا هاي بالحل لا يوجد لها حل، فلذلك هذا يؤدي نكتب x مربع يساوي سالب 9. كلياتنا بيعرف إنه سالب 9 السالب بنحوله ل اي تربيع، فبصير معي اكس مربع يساوي 9 اي تربيع. بجسر الطرفين فبستنتج انه اكس يساوي زائد 3 اي واكس تساوي سالب 3 اي. بهذا الشكل انا بكون هيك ساويت عبارة عن عملية ايش؟ ترتيب، مرة عدد موجب ومرة عدد سالب. فبالتالي دائما جذر اي عدد عقدي هو 9 اي تربيع بهذا الشكل بيجي معي. لهون مثل ما انتم شايفين حلينا هاي المعادلة، تعتبر معادلة عقدية. طيب لو جينا اخذنا مثال اخر، لو رحنا كتبنا اكس مربع زائد اكس زائد 5 على 2 يساوي الصفر. شلون هي قال بنحلها؟ قال بكل أريحية بنروح بنطبق دلتا. دلتا ايش بيقول لي؟ ب مربع ناقص 4 اي بي سي يساوي. طيب الب مربع كلياتنا بيعرف انه هو 1، 1 للتربيع ناقص 4 ضرب 1 ضرب زائد 5 على 2. بيطلع معي الجواب 1 ناقص 10 يساوي سالب 9. طيب طالما يساوي سالب 9 فورا بغير كتابته بسويها 9 اي تربيع، فبصير معي جذر دلتا يساوي 3 اي. فبصير هون عندي حلين اللي هن اكس 1 يساوي ناقص ب ناقص جذر الدلتا على 2 اي، واكس 2 يساوي ناقص ب زائد جذر الدلتا على 2 اي. طيب ناقص ب شو قيمته؟ الب قيمته 1 ناقص 1 زائد ناقص 3 اي على 2، هذا الحل الاول. الحل الثاني ناقص 1 زائد 3 اي على 2. لهون بكون هيك خلصنا حل المعادلات العقديه. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه.